السلام عليكم طلابنا. محاضرتنا اليوم هي Removable Orthodontic Appliance. هاي Part 1، هاي سلسلة من المحاضرات لل Removable Appliance. Removable Appliance هو بحر كلش كبير مثل Fixed Appliance، ويمكن Removable Appliance هواية به شغلات أكثر وأبلاينسات أكثر من Fixed Appliance. فإحنا لازم نكون شوية عندنا معرفة بالRemovable Orthodontic Appliance، وهاي الابلاينس هي نفسها اللي انتم تقدرون تسووها اثناء العيادات كطالب، وان شاء الله من تتخرجون وتمارسون المهنه راح تقدرون انتم تسووها بدون ما تاخذون ديجري بالاورثودونتست، يعني الاورثودونتك ديجري. اوكي، اما بالنسبه للي يتخصص بالاورثودونتك او يصير اورثودونتست، هذا راح يتعرض لموضوع اخر اللي هن هذن ريموفال ابلاينس لازم يكون عارف بهن، إضافة إن ألقوم يعرف بالفيكست أبلاينس، وأكو شغلات أبلاينسات إضافية يكون يعرف بيها. بس ريموفابل أبلاينس هذني أنتوا تقدرون تسووهم، حتى الجي بي الطبيب الممارس يقدر يشتغلهن بعيادته الخاصة، ماكو أي إشكال، وهذا ضمن شغله كريموفابل أبلاينس. فايل دني المحاضرات انتبهوا إليه، على الأقل أخذوا فكرة على أبلاينس، تعرف اسمها، تعرف شنو تشتغل، تعرف الجيج مال واير، هذني الشغلات لازم تكون عندك علم بيها. ماشي، ولا ما يصير تتخرج انت طالب طب اسنان ماشي وما تعرف شنو معناتها ريموفابل ابلاينس، لو شنو تعني، لو شنو هاي الابلاينس. الكل يعرفوها والكل يعني هذني الشغلات البيسكس لازم يكون ملم بيها. بالنسبه لمحاضرتنا اليوم اللي هي الاولى من ضمن سلسله، اول شغله لازم نعرف شنو هي الريموفابل ابلاينس. ريموفابل ابلاينس اكو في مصطلح هو ثابت إلي. Can be removed or added by the patient. هذا تعتمد على البيشنت، البيشنت يقدر يشيلها ويخليها. هاي عكس شيء اسمه fixed appliance. Fixed appliance ثابته، البيشنت ما يقدر يحركها ولا يقدر يغير مكانها ولا يقدر يشلعها ويرجع يلبسها من جديد. فلذلك ال removable appliance مال الاورثودونتيك اللي هي ضمن الاورثودونتيك appliances، الهدف مالتها انه هي مو فيكس، هي عباره عن ريموفابل وكان بي ريموف باي ذا بيشنت. تمام عين الطلاب؟ فالشغله المهمه بالريموفابل ابلاينس اللي هي تحتاج كلش كوبريشن من البيشنت، يراد تعاون المريض وياك. ماشي، ايش قد ما راح يلبس المريض هاي الابلاينس ويتعاون وياك، ايش قد ما راح ينجح العلاج. بالفيكست ابلاينس راح يحتاج الكوبريشن مال بيشنت بالعنايه بي، بس ما راح يحتاج الكوبريشن مال بيشنت بلبسه، لان هو مجبور يلبسه البيشنت، لان هو اوريدي فيكست على الاسنان ماشي او انسايد الماوث. فلذلك الفيكست ابلاينس ما حيحتاج الكوبريشن مال بيشنت بالنسبه للبس الابلاينس، بس حيحتاج الكوبريشن مال بيشنت بالتنظيف والعنايه بالابلاينس. ماشي، المينتننس مال ابلاينس، يعني خو ما يفرش يقوم، خو ما بياكل بكيفه. بالفيكس ابلاينس لا، هم لازم تعتني بهذن الشغلات. فاذا احنا ما نقول الريموفابل ابلاينس راح تحتاج للبيشنت كوبريشن، بس الفيكس ابلاينسز ما تحتاج الى التعاون مال البيشنت والكوبريشن مال البيشنت. لا، الفيكس ابلاينس هم تحتاج كوبريشن مال البيشنت، بس حتحتاجها بشنو؟ مساله العنايه، المينتننس مال ابلاينس، او بعض الشغلات اللي يقولها للطبيب للمراجع، يقول له سوي كذا وكذا وكذا، هاي لازم همينه ينفذها المراجع. فاذا الريموفابل ابلاينس تعتمد بشكل كامل على المراجع، هاي الشغله الاساسيه. تمام، اذا يجي سؤال بالفاينل انه الريموفابل ابلاينس depends on the patient cooperation، هاي تتسجل على مود بعدين تراجعون تكتبوا السؤال، while the fixed appliance doesn't need the patient cooperation، true or false، تكتب false. وشنو الترو مالتها؟ يعني التصحيح مالتها، الاكسبلينيشن مالتها، انه هاي الفيكست ابلاينس يحتاج الكوبريشن مال patient. تمام عين الطلاب؟ فاذا هذا الموضوع كلش مهم. اوكي، ننتقل هسه للسلايد اللي وراء. هذني الابلاينسز الريموفابل ابلاينسز اختصارها
راح تشوفوه هوايه اللي هي ار او اي اوكي بس دواني مرخص Okay, classification of removable orthodontic appliance. Patient cooperation, زميلكم ده يسأل إنه patient cooperation حنحتاجه بالreemovable وبالfixed. بس حنحتاجه أكثر بالreemovable. ليش؟ لأن بالreemovable appliances ماشي إذا ما لبس patient أصلاً ما حيصير أي شيء، ما حيصير أي effect على patient، ما حيستفاد patient بأي شيء. أما بالفيكست ابلاينس، الفيكست ابلاينس هو مجبور يلبسه بس بالاضافه الى ذلك حيحتاج كوبريشن اضافي من البيشنت اللي هو مينتننس للابلاينس، يعني لازم يسوي لها كليننج، لازم يسوي برشنج، هذا كله ضروري، لازم بعض الاكل يمتنع عنه، هاي ديورينج الفيكست ابلاينس. والطلاب زملائكم هم من اللي لابسين فيكست ابلاينس حاليا، زملائكم اللي لابسين فيكست ابلاينس راح يقولوا لكم اي لازم نفرش، لازم هذا، لازم نستخدم خيط، لازم نستخدم فرشه مال تقويم، ماشي، هم يعرفون اكثر بهاي الشغلات. تمام، هسه احنا الار او اي، ار او اي هو اختصار ريموفبل اورثودونتيك ابلاينس، هذا من يجي لك سؤال هو ريموفبل اورثودونتيك ابلاينس، هاي ضروري تنتبهوا لهذني الشغلات، هاي التفاصيل البسيطه هي مسجله ان شاء الله، تقدرون ترجعوا لها بعدين بالتسجيل، ماشي، ركزوا عليها. اوكي هسه بالنسبه للكلاسيفيكيشن تتذكرون بالمختبر من انطينا المحاضره على الريموفبل ابلاينس ذكرنا انه اكو شغلات اسمها اكتف وباسيف. اكتف معناتها هي تسلط الفورس على الاسنان، تسليط مباشر ماشي. اذا اكتف انها مثل الميكانيكال والفانكشنال. اما الباسيف ابلاينسز اللي هي مثل الريتينر اللي تلبسونه ورا التقويم ماشي، اكو فد شيء اسمه ريتينر ماشي اللي هو يمنع انه الاسنان ترجع للوضعيه القديمه، يعني اشتغلنا اورثودونتيك ابلاينس، اشتغلنا للبيشنت، خلص الفتره مال التريتمنت، الاسنان مالته مرتبه، اذا عافها بدون ريتينر راح ترجع لاسنان الوضعيه القديمه، اما اذا لبس الريتينر مالته راح يحافظ على الريزلت اللي حصلها. نفس الشيء السبيس مينتينر حتاخذوه ان شاء الله بمحاضره البريفنشن وبمحاضرات البيدو ماشي. السبيس مينتينر هو حافظ المسافات اذا سامعين به، اللي هو يحافظ على عن المسافه اللي بعد الاكستراكشن مال ديسيدي واستيث على مود نخلي مسافه للبيرمننت. نكست سلايد، التوث موفمنت وذ ريموفبل ابلاينسز. عندنا ثلاث شغلات، ثلاث كاتيجوريز اللي هي اللي راح نستخدمها بالريموفبل ابلاينس. هاي شلون الفكره مالتها؟ الفكره مالتها انه يا اما نزيد الارش باراميتر يعني نسوي اكسبانشن بالارش او ريبوزيشننج اوف انديفيدوال توث. احنا تتذكرون من كنا نحكي على الزد سبرينج قلنا يحرك سن واحد او سنين، هي هاي اللي بدنا نحكيها بالنقطه الثانيه. او النقطه الثالثه اللي هي انتروجن او اكستروجن بالتيث، هاي راح نحكي عليها بمحاضره الريموفبل ابلاينس البارت الثاني او الثالث. راح نحكي عن الاوكلوزال بلينز اللي نقدر نسويها او الاكريليك اوكلوزال بلينز اللي راح نقدر نسويها بالاورثودونتيك ابلاينس، وهن هذن ريموفبل. اذا الريموفبل ابلاينس وحده من هذن الثلاث شغلات تسوي، يا انكريز الارش، يا ريبوزيشننج انديفيدوال تيث، او انتروجن او اكستروجن. تمام، بالنسبه لل الاكتيف بليتس اوف ارش اكسبانشن، هاي بدنا نحكي عليهن، اللي هو هسه راح نحكي عن النقطه الاولى اللي هي شنو نستخدم احنا ريموفبل ابلاينس لما نسوي ارش اكسبانشن. الارش اكسبانشن ينقسم الى ثلاث اقسام، يا اما فقط انتيرير اكسبانشن
anterior expansion هاي خاصة بالmaxillary incisor نستخدمه هذا بس راح يسوي expansion للanterior teeth فقط أو transverse expansion transverse expansion يعني راح يدفع posterior teeth باتجاه cheek أوكي يعني نوسع الفك arch expansion هذا موضوع توسيع الفك موضوع هواي بي شغلات وهم راح نحكي عليه وشن الابلاينس اللي راح نستخدمها على مود نسوي arch expansion راح نحكيها بهاي المحاضرة وأكو فشي اسمه simultaneous anterior and posterior expansion أوكي بنفس الوقت نسوي anterior expansion ونسوي transverse expansion اوكي هاي اللي هي simultaneous يعني في نفس الوقت راح يصير اوكي هسه راح نبدا بيهم وحده وحده اوكي بالنسبه للارش اكسبانشن اذا تلاحظون هنا بالصور هذني اوكي الصوره الاولى الفوق خليكم الانوتيشن هذني الصوره الماركر واضح عندكم طلابنا تمام تلاحظون هنا هاي الابلاينس اللي محطوطه طبعا انا هذني الصور اخذتهن لانه بيها ارش اكسبانشن هذني الابلاينسات اللي دا تشوفوها هنا حاليا هذه وهذه هن فيكست ابلاينس تلاحظون على المولر تلاحظون هنا بالمولر اكو سمنت لازقهم على هذا الهدف من هاي الصور دا اشوفكم الاكسبانشن اللي دا يصير اوكي فاذا هذني الصور مو ريموفبل ابلاينس هذني فيكست ابلاينس بس نحطن لانه دا نشوفكم السكرو هنا السكرو يصير اوضح بالفيكست ابلاينس السكرو اوضح هاي اللي دا تشوفوها هنا هذني سكرو هاي مثلا مسدوده وهاي تلاحظون عليها السكرو هنا مفتوحه اوكي هاي كل ما نفتحها هاي طبعا الموضوع اسبوعيا لازم نسويه كل ما يفتحه طبعا هاي المراجع يسوي هاي المراجع تنطيه شنو تنطيه مفتاح لهذا الجهاز المفتاح حيستخدم المراجع بالاسبوع راح نقول هسه كم مره بالاسبوع على مود كل شويه يوسع لي الارش تمام اي شيء يصير به توسيع للارش انتيريرلي معناته هذا انتيرير بي اوكي اي شيء فقط بوستيريري معناته ترانسفيرس هسه هذني الاكتف ابلاينس هذني اللي يسوون اكسبانشن ينطينا تقريبا مساحه بالارش نفسه من 1.5 الى 2 ملم بير سايد يعني الرايت سايد راح يصير بي سبيس من 1.5 الى 2 ملم ونفس الشيء الليفت سايد راح يصير بي نفس السبيس هاي الارش اكسبانشن شنو الهدف من عندها؟ إذا كان عندنا constricted maxilla مثلاً الماكزيلا صغيرة قصيفة نريد نسوي لها شنو نريد نسوي لها expansion راح نستخدم هاي الابلاينس تمام؟ وهسه راح أشوفكم removable appliance وبيها فشي اسمه expansion screw فلذلك هنا موضح الكوماني الاكتف element هنا الموجود تعرفون هسه من راح نجي نحكي بسلايد الكومبوننت مال ريموفبل ابلاينس احد الكومبوننت مال ريموفبل ابلاينس هو الاكتف كومبوننت الاكتف كومبوننت او الاكتف اليمنت اللي هو جاك سكرو جاك سكرو اللي هو هذا السكرو او يسمونه اكسبانشن سكرو هنا ايش تسوي هاي السكرو برودوس ا هيفي فورس وديكيز رابيدلي فلذلك ايش راح يسوي لنا هذا؟ هذا يسوي لنا اول شغله على مدى شهر راح يسوي لنا 1 ملم ماشي بالشهر او الماكسيمم 2 ملم بالشهر. هنا راح يحتاج لنا طبعا هاي الشيء له علاقه بالمفتاح مال هاي الابلاينس يفتح يسمونه ربع دوره بالاسبوع يعني يوسع لي بالاسبوع 0.25 ملم يعني ربع مليم بالاسبوع اذا ربع مليم بالاسبوع يعني بالشهر حيسوي لي اكسبانشن مليم كامل اوكي
اكو فشي اللي مثل ما قلنا الترانسفيرس اكسبانشن، هذا شنو راح يفتح لي الميد باليتال سوتشر. ماشي، بس اكو ملاحظه مهمه، انه معظم الابلاينسات اللي نخليها ونريد نسوي بيها ترانسفيرس اكسبانشن هي فعليا ما تفتح الميد باليتال سوتشر، ولكن تسوي لي فقط tipping بال posterior teeth. اوكي، زميلكم يسأل لازم نوسع 0.5 مليمتر زين دكتور اذا تو اي بالطبع. اي اكيد احنا مو قلنا واحد او 2 مليمتر، يعني من ربع الى نص مليمتر بالاسبوع، هو بالعاده ربع مليمتر، فيعني بالعاده 1 مليمتر. اوكي، فاحنا اذا يجون يسالوكم مثلا يقول لكم الابلاينسز اللي تستخدموها بالاكسبانشن، اوكي اللي هي اكسبانشن سكرو، هل هي تفتح الميد باليتال سوتشر لو مجرد انه تدفع البوستيريور تيث بكالي؟ اوكي، مينلي او جنرال سبيكينج احنا ده ندفع البوستيريور تيث بكالي. اوكي، اما ماشي الميد باليتال سوتشر في حالات معينه هو اللي يفتح، يعني تخيلوا تنكسر الماكزلا، تنفصل عن بعض. اوكي، يصير حتى بالاكسبانشن يصير عندنا ميد لاين دايستيما. اوكي، فلذلك الابلاينسز اللي نستخدمها هنا هذني الاكتف ابلاينس هذني ما يعالجن السكيليتال كروس بايت. اذا تتذكرون انه السكيليتال كروس بايت تختلف عن الدنتال كروس بايت، انه المشكله بالبون مو المشكله بالتيث. فاذا هاي راح تشتغلوا ويانا فقط بالحالات الدنتال اكسبانشن اللي هي اقل من 2 مليمتر. انا اذا بدي اسوي اكسبانشن اقل من 2 مليمتر استخدم الاكسبانشن سكرو. ليش؟ لانه الاكسبانشن سكرو يشتغل فقط على الدنتال كروس بايت اللي هي من 1-2 مليمتر. تمام؟ اما الفيكست ابلاينس العفو الميد باليتال سوتشر راح يحتاجوا يا فد شيء اسمه فيكست ابلاينس، يلا نفتح الميد باليتال سوتشر او الدنتال كروس بايت اللي اكثر من 2 مليمتر. تمام؟ هسه السيمالتانيوس انتيريور بوستيريور اكسبانشن اللي احنا نسويها هنا، اذا تلاحظون هاي اللي قلت لكم عليها، قلت لكم هنا اللي هو الاكسبانشن سكرو موجود، هسه راح اعيد هنا الاكسبانشن سكرو اللي دا تلاحظونه بهاي الابلاينس، هاي ريموفابل ابلاينس وبيها اكسبانشن سكرو. هذا السكرو تلاحظون حاطينه بالنص احنا بين البريمولارات، اوكي محطوط بالمنتصف. هذا الاكسبانشن سكرو حيسوي لي بوستيريور اكسبانشن لحد 2 مليمتر، يعني على مود اوضح مره الاخرى اعيدها، ما يسوي سكيليتال اكسبانشن ولا يسوي دنتال اكسبانشن اكثر من 2 مليمتر. اوكي، بالنسبه لل هاي الابلاينس هنا، اذا تلاحظون الابلاينس هاي بيها 1 2 3 بليتات او 3 أجزاء من البيس بليت. ليش 3 أجزاء من البيس بليت؟ لان هذا يسوي لنا ترانسفيرس اكسبانشن. تعرف انت اذا دا يصير اكسبانشن، تخيل احنا دا نسوي اكسبانشن بس البيس بليت من اليمنى لليسرى هي قطعه واحده، فما حيصير اكسبانشن، لان راح تتكنسل كل القوى. فلذلك من يسوون ريموفبل ابلاينس بيها اكسبانشن سكرو، شو يسوون بالمختبر؟ يقسموها بالنص هنا، تنفصل هاي. ليش؟ لان هاي بعد فتره من نسوي اكسبانشن حتصير فتحتها كبيره، حتدفع الاسنان ماشي لاترالي باتجاه التشيك. اوكي، وهذا مبين واضح هنا، اذا تشوفون هذا الخط الابيض وهذا الخط الابيض. ليش؟ بهاي الحاله بنسوي اكسبانشن
anteriorly همينه يعني مو بس transverse وده نسوي anterior يعني ده ندفع الانسايزرز anteriorly وده ندفع البوستيرير تيث laterally. هسه واضحة هاي عيني؟ هذا الابلاينس لأنه صاير مثل حرف الواي الفتحة مالته الفتحات هذني مثل حرف الواي يسمونه واي بليت. والعالم اللي اشتغل هذا البليت اسمه شوارتز. شوارتز وأوريجينال واي بليت هذا. تمام عيني؟ هذا يسوي شيء اسمه ركزوا لي بهاي المعلومة slow expansion يعني expansion بطيء. أوكي؟ يختلف عن شيء اسمه fast expansion. fast expansion إلى appliance معينة راح نشرحها لما نحكي على الفيكست أبلاينس. أوكي؟ فإذا الريموفابل أبلاينس هذن اللي بدنا نحكي عليهن يسوون slow expansion. هاي حطوا لي جواها خطين slow activation slow expansion. هنا تتذكرون احنا حكينا انه نستخدم الاورثودونتيك ابلاينس الريموفابل اورثودونتيك ابلاينس بالاكسبانشن بالارش اكسبانشن. الاستخدام الثاني انه موفينج او بوزيشنينج انديفيدوال تيث. اوكي زميلتكم تسال هل هي مثل الفيكست ابلاينس هم المراجع يعدلها اسبوعيا؟ نعم هم بيها كي والمراجع يفتحها هو همين. تمام هسه بالنسبه للريموفابل ابلاينسز هذين نستخدمه شنو نحول انديفيدوال تيث. تتذكرون من اشتغلنا الزد سبرينج اللي هو هسه هاي الابلاينس تلاحظوها هنا هاي الابلاينس بيها شغلتين. هاي الاورثودونتيك ابلاينس بيها اكسبانشن سكرو هذا ومفصول بالنص اوكي وبيها هذا الابلاينس اللي هو الزد سبرينج. اوكي هاي الابلاينس طبعا لازم تنتبهون عليها انه هاي تسوي فقط تيبينج موفمنت يعني ما تحرك الروت بس تدفع الكراون انتيرير. اوكي اللي هي قلناها للريموفابل ابلاينس حتدفع لي هذا الكراون باتجاه الانتيرير على مود يصير مثل اخوانه. اوكي واضحه هسه؟ اذا الريموفابل ابلاينس حنستخدمها فور بوزيشنينج انديفيدوال تيث مثل الزد سبرينج. مثال الزد سبرينج. هسه نجي على الكومبوننت مال ريموفابل ابلاينس. احنا اللي قلناهم بالمختبر الكل اتذكر كان حاضر اللي هم اكتف كومبوننت راح يكون ممكن يكون سبرينج سكرو او الاستيك او ريتنتيف كومبوننت اللي هنا الكلاس بات ادم كلاس سي كلاس بول اند كلاس lingual extension class. اوكي او البارت اللي هو الانكورج او البيس بليت ماشي اللي هو الاكريليك بيس بليت. اذا كل ريموفابل ابلاينس بيها هذن الاربعه. واضح عين الطلاب؟ هسه لحد الان واضح؟ انتقل للبعده. تمام بالنسبه للكومبوننت احنا اليوم ايش راح نحكي؟ راح نحكي عن الاكتف كومبوننت بهاي المحاضره فقط اللي هنا وتتوقف المحاضره اللي هن راح نحكي عن الاكتف كومبوننت وراح اشوفكم صور الى ماشي اللي هن يسموها الريموفابل اكتف كومبوننت. اوكي الريتنتيف كومبوننت انكرج والبيس بليت بعدين نحكي عليهم بالمحاضرات القادمه. هسه راح نحكي اليوم عن الاكتف كومبوننتس. اهم شغله تعرفوها مثل ما قلنا هن سبرينج او بوز سكروز او الاستكس. راح نبدا بالسبرينجز. سبرينج اللي اشتغلتوه نفسه بالعياده او بالمختبر اللي هو 0.5 ملم اللي هو الزد سبرينج. اوكي انتم تعرفون بعد ابعاده وين يتخلى وشلون ديزاينه وانه 90 ديجريز وانه لازم بي 2 كويلز ماشي وهذن الكويل الوحده هي عباره عن 2 ملم الى 3 ملم الدايامتر مالتها. وتعرفون همين عندها اكتف ارم واكو كويلات واكو ريتنتف ارم واكو الريزن هذا الريتنتف تاج.
ماشي هذا اللي كلها تعرفوها وهذا نحرك به انسايزر او انسايزرين سوا ممكن اوكي واكيد تعرفون هو 0.5 مليمتر شغله هذا بالنسبه للزد سبرينج اكو تي سبرينج تي سبرينج هذا هم نستخدمه على مود ينطينا ليبيال فورس او ينطينا يعني باتجاه البكل او الليبيال سايد يعني يدفع الاسنان يسمونه تي سبرينج تي سبرينج اذا نستخدمه على الانسايزرز فحيكون الجيج مال واير 0.5 اذا نستخدمه على البريمولر مثل هاي الصوره اللي هنا هنا راح نستخدمه 0.6 اذا كان بالبريمولرز هذا الفانكشن مالته بروكلينيشن اوف انسايزرز والبريمولرز مثل اخوه اللي هو الزد سبرينج همين بروكلينيشن اوف انسايزرز تمام عين الطلاب زميلكم يسال الزد سبرينج دكتور هذا الشرح ان ما موجود محاضره مطالبين به لا 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 عيني لا انا بس ركزوا يا طلاب على مود اذا تسالون بالاسئله القادمه الامتحان انا اللي اجيبه بالنسبه لي امتحان الاورثو كان فاينل ميد كويز اي شيء اجيبه هو ضمن البي دي اف البي دي اف الفايل اللي يوصلك تحفظه ونعمله ما نريد من عندك اي شيء اوكي فاذا من اقول لك اني هذا موجود هذا الحكي كله موجود بالبي دي اف وحاليا مرفوع لكم بالجروب اوكي بالمودل اوكي هاي المعلومات اللي موجوده هنا مطالب بها ليش لان موجودات بالبي دي اف اذا هنا عندك معلومات اضافيه او اني احكيها هي للشرح للتوضيح اوكي فاذا المحاضرات على مود يعني على مود توضح الامور من هنا للفاينل وانا حكيت هذا قبل المطالبين فقط به هو البي دي اف انا افتح البي دي اف اجيب من عنده سؤال يجي اسوي الامتحان وبالمناسبه الامتحان مالتكم مال الميد من فتحت المحاضرات من محاضره واحد المحاضره 14 الكل بيها عدد متساوي من الاسئله نفس السؤال السؤالين بالاولى مثلا سؤالين بالثانية سؤالين بالثالثه وسؤالين بالرابعه وسؤالين بالخامسه وهكذا على مود يكون عدل بتوزيع الاسئله اوكي فاذا فالطالب يكون عنده يعني المام بكل المحاضرات ماشي ما راح اركز على محاضره وانت يصدف انه انت ما قاريها لهاي المحاضره او ما مركز بها هوايه وتتاذى هوايه بالامتحان انا ما عندي هذا الشيء انا اوزع لك الاسئله على كل المحاضرات الموجوده تمام او كل المحاضرات المطالب بها ننتقل للسلايد اللي وراء هنا البالاتال سبرينج اللي هو اللي اشتغلتوه انتو الفينجر بالاتال سبرينج اذا كان على الانسايزرز فهو حتستخدمون ال 0.5 ملم او اذا كان للكيناين والبريمولس حتستخدمون اللي هو 0.6 هذا مثل ما قلنا بالمختبر هذا ديستال وميزيال موفمنت خاصه نستخدمه بالكيناين لما يكون ميزيالي انجوليتد بس مهم الموضوع تتذكرون من قلت لكم بالمختبر لازم يكون من نستخدم البلاتال سبرينج ماشي لازم يكون التوث within the arch يعني مو طالع ليبيالي واحنا دا نعدله ما حنقدر نعدله ميزو ديستالي لازم يكون ضمن الارش تمام طلاب ننتقل للسلايد الورا هاي همينا removable appliance اسمه ليبيال بو هنا الليبيال بو الليبيال بو حتشوفونه همينا بالريتنتيف مو بس بالاكتف حتشوفونه بالريتنتيف اذا كان مصطلح ركزوا لي وياه اكتيفيتد ليبيال بو طبعا هو 0.7 ملم هنا لما يكون اكتيفيتد حيسوي لي ريتراكشن بالانتيريور تيث اما اذا كان مو اكتيفيتد باسيف يعني الليبيال بو باسيف بهاي الحاله حيكون فقط ريتنتيف وهذا بعدين نحكي هسه احنا بدنا نحكي فقط على الاكتيف وضمن الريموفابل ابلاينس اوكي اكو فد شيء اسمه مو بس ليبيال بو اسمه سبليت ليبيال بو سبليت ليبيال بو اذا تلاحظون بهاي الصوره
حتلاحظون انه اكو ارم هنا واكو ارم فوقها، هذين منفصلات عن بعض. تمام طلابنا؟ بهاي الحاله انه هذا الابلاينس يسمونه سبلت، مفصول عن بعض، مثل السبلت اللي بالبيت عندكم. السبلت ليه سموه سبلت؟ لانه القطعه الخارجيه مفصوله عن القطعه الداخليه. اوكي، كل وحده بمكان محطوطه، فذاك يسمونه سبلت. ماشي، مو كونديشنر مثل الاير كونديشن اللي نستخدمه اللي هو قطعه واحده، لا، هنا سبلت اير كونديشنر. نفس الشيء هنا عندنا ليبيال بو، ليبيال بو اسمه سبلت ليبيال بو. ماشي، سبلت ليبيال بو هم حيكون 0.7 ملم، والهم نفس الشيء ريتراكشن. بس شنو الاضافه اللي بيه؟ اضافه انه هم يعني اذا كان مثل ما تلاحظون هنا بالكاست بهاي الحاله عندنا ميد لاين دايستما، الليبيال بو ما حيسوي لي فقط ريتراكشن، حيسوي لي ريتراكشن وكلوزنج للميد لاين دايستما. تمام طلاب؟ هسه عندنا فد شيء اسمه روبرت ريتراكتر. روبرت ريتراكتر هي ابلاينس مكونه او يستخدم فيها ال 0.5 ملم ستانلس ستيل، هاي همين تسوي لنا ريتراكشن للانتيريور تي. بس مثل ما تلاحظون هنا هاي الابلاينس بيها كويلات، هذا واحد وهذا اثنين، وهذني الكويلات نضبهن، فايش راح يصير؟ نسويهن اكتيفيشن او يسمونه كلوزنج للكويل هذه، فمباشره حتتفعلي تفعلي انتيرير تيث بوستيريرلي، فحتسوي لي ريتراكشن اوف انتيرير تيث. هسه ننتقل للباكل كناين ريتراكتر. الباكل كناين ريتراكتر اللي هو ريتراكتر اللي اشتغلتوه طبعا بالمختبر، تعرفون هو 0.7 ملم، ويسوي لي باليتال اضافه الى ديستال موفمنت اوف ميزيال انجليتد كناين. هنا قلنا اذا كان التوث ليبيالي ايربتد مثلا، واحنا نريد نرجع على الارش اضافه الى ان نريد ندفع ديستالي، هنستخدم الباكل كناين ريتراكتر. اما اذا كان ضمن الارش ونريد ندفع ديستالي، حنستخدم شنو؟ الفينجر باليتال سبرينج او باليتال فينجر سبرينج. اوكي، هذا الباكل كناين ريتراكتر اشتغلتوا بعد بيتكم وتعرفونه وامتحنتوا بيه، وزملائكم البقيه هم راح يمتحنون به ان شاء الله بعد الاستئناف الدوام. هذني كلهن اللي حكيناهن هن سبرينجات او بو، اللي هن نحكي بالاكتف كومبوننت. الاكتف كومبوننت الثاني اللي هو السكرو. اوكي، سكرو عندنا اكسبانشن سكرو، هذا اللي تلاحظونه هنا، هاي همين الصوره الى فيكست انا خليتها على مود بس تشوفونه، يعني السكرو واضح يكون عندكم. هذا السكرو اذا تلاحظون هذني الهولز اللي بيه، اوكي، هاي الهول وهاي الهول، هذني المراجع شو يسوي؟ يخلي هنا اكو في شيء اسمه مثل عتله كي، ويضبها لي فوق ويدفع لي فوق، ينضب الابلاينس ويقوم يدفعه لاترال. اذا هاي اكسبانشن سكرو، وانتم شايفيها هاي طبعا مثل ما قلنا فرة بالاسبوع، يعني ربع مليمتر بالاسبوع، فحسوي لي فرة كاملة بالشهر، الاربع فرات بالشهر يعني مليمتر كامل. الابلاينس اللي نحكي عليه الاكسبانشن سكرو اللي شفتوه هنا از ريموفبل ابلاينس، طبعا اللي هو هذا ريموفبل ابلاينس، وبي هاي القطعة اللي هي الاكسبانشن سكرو. تمام، اخر شيء عندنا، اخر سلايد قبل الكويز، اللي هو عندنا الالاستكس. الالاستكس هنا عندنا الالاستيك ممكن تكون ربر او ليتكس، اللي عندهم حساسيه للليتكس، خاصه هسه انتم اكيد اكو بيكم ما يقدر يلبس الجلوفز الليتكس او الجلوفز اللي بيه باودر، عنده حساسيه من الباودر او من الليتكس، هذا ما يصير نستخدم ويا البيشنت هذا اللي عنده حساسيه نستخدم ليتكس، نستخدم في شيء اسمه نون ليتكس الاستكس. اوكي، هاي الالاستكس اذا ملاحظين هنا هذا نوع من انواع الهيد جير، حنحكي عليه بعدين طبعا الهيد جير. هاي شايفين هاي اللاستيكات اللي هنا، هاي اللاستيكات هي اللاستيكات اللي نستخدمها. هنا ايش راح نحكي؟ بنحكي هنا عن اكسترا اورال تراكشن.
اما الالاستكس ممكن تستخدم همين انترا اورالي انتر او انترا ماكسيلاري تراكشن. هاي لما نستخدمها اكو شيء اسمه كلاس 2 الاستكس. هذا الموضوع حنتطرق له وين بالفيكست ابلاينسز. من نحكي على الفيكست ابلاينس حنحكي على الالاستيك. اقول لكم تتذكرون من حكينا بالريموفابل، حكينا بالانترا اورال الالاستيك. انترا اورال الالاستيك هي تعتبر بارت من الفيكست ابلاينسز، بعدين نحكي عليه. واكيد من مثل ما قلنا الالاستيك هو ريموفابل كومبوننت. الريموفابل كومبوننت اكيد حيحتاج للبيشنت كوبريشن. اوكي طلاب، انا اشكركم على متابعتكم للمحاضره، وبالنسبه للطلاب بس خلي نرجع من جديد على الاسماء مالتكم. بس عدي هاي نهار ضياء اسم الطالبه، نهار او الطالب ما اعرف، نهار ضياء بس وياي بالشات اللي راح اصيح اسمه نهار ضياء. انا راح ابدل لك الاسم مالتك نهار ضياء، طالبه نهار ضياء، اهلا وسهلا بك. وحسن افيد، بس صلحوا لي الاسم اذا انا غلطان. عظيم اوكي تمام، حسن عظيم. واكو زميلكم او زميلتكم داخل بحساب واي. هذا الحساب واي اذا ما قال لي اسمه هسه، وطبعا انا من الصبح دا اصيح عليه الاسم هذا، ما راح يتسجل لا حضور ولا كويز له، يعني وكانما ما حاضر. اذا طبعا احتمال من ما اعرف الله، احتمال مو طالب، احتمال هاي شو اسمه اللجنه، ماكو اشكال. نعم الاسئله هسه اللي عنده اسئله دكتور ممكن تعيد شرح اخر وحده من السفرنج. تمام هسه نرجع للسفرنج. قصدك شنو من آخر واحدة من السبرينج؟ إذا قصدك آخر سبرينج فهو الفينجر بلاتر سبرينج اللي حكينا عليه 0.5 مليمتر إذا كان على الانسايزر، 0.6 مليمتر إذا كان على الكناين أو البريمولرز، وقلنا هذا يسوي ميزيل وديستال موفمنت. أوكي؟ تمام. زميلكم يسأل روبرت ريتراكتر. الروبرت ريتراكتر اللي هو هذا الروبرت ريتراكتر يسوينا ريتراكشن للانتيرير تيف بي كويلات اثنين، ماشي. هذني الكويلات راح يسوون لنا شنو؟ هذني الكويلات حسوينا ريتراكشن للانتيرير تيف. اوكي هاي راح نستخدم وياها 0.5 مليمتر دايامتر. Okay. زميلتكم تسأل appliance upon دكتور سؤال ويكون بـ expansion نستخدم المريض أو البين راح يكون بالسكو، هذا الشيء طيب. صراحة ما افتهمت السؤال، بس إذا قصدش عن أنه الـ expansion ممكن يسوي pain، أي يسوي pain بس تدريجي هذا البين. Okay. يعني هو كل اسبوع راح يفتح ربع فره، اول يومين ثلاثه يكون اكو بريشر عنده، بعدين الامور تكون سهله. بالنسبه للسكرو زميلكم يسال اكسبانشن سكرو، مثل ما قلنا هي عندنا ربع مليمتر بالاسبوع، هو يسوي دوره كامله يعني ربع مليمتر بالاسبوع، وهاي خلال شهر حيكون مليمتر كامل. زميلتكم تسأل عن الترانسفيرس. ترانسفيرس نرجع للترانسفيرس.
الترانسفيرس هنا أنا مثل ما قلنا الترانسفيرس تذكرون من قلنا شنو الفرق بين السكيليتال كروس بايت والفرق عن الدنتال كروس بايت. قلنا السكيليتال كروس بايت هو المشكلة مو بالأسنان صاير لذلك صاير كروس بايت، المشكلة بالبون، يعني المشكلة سكيليتال. أوكي، فلذلك إحنا من راح نوسع الأرش راح نحسب حساب إنه سكيليتالي لازم يتوسع. وأنا ذكرت لكم قبل شوية قلت لكم هاي الأبلاينس هي ريموفابل أبلاينس، ما تسوي سكيليتال إكسبانشن ولا تفتح الميد بالاتال سوتشر. أوكي، هي مجرد راح تسوي ليبيال أو بكال موفمنت بالبوستيريور تيف. أوكي، بكال موفمنت بالبوستيريور تيف. فلذلك هاي الأبلاينس ما تفيدنا إذا كان أكو سكيليتال كروس بايت، حتفيدنا إذا كان أكو دنتال كروس بايت وأقل من 2 مليمتر هاي الكروس بايت. أوكي، هسه واضح طلابنا؟ أكو أحد عنده سؤال؟ بس فاطمة الاسم اسمش والاسم الاسم الثلاثي مالتك اللي هسه حسابها بالإنجليزي مكتوب اسمه، كل طالب بس يتأكد من اسمه الرباعي أو الثلاثي أو الثنائي مو فد مشكلة، المهم أعرفه اسمك واسم أبوك هاي أهم شيء. أكو واحدة اسمها نور ما تغيرت ما أعرفها. طلاب قبل ما يبدأ الكويز بس طالبة فاطمة الحسني يعني قل الألم لأن صار expansion فماكو activation هواية، كل ما سوينا expansion كل ما صار activation كل ما يرجع وهكذا. أي يعني إحنا مو نسوي expansion بالarch ماشي، هذا expansion اللي يصير بالarch البيشنت مو يسوي مثلا بداية الأسبوع حيصير شنو عنده؟ حيصير عنده pain، وهذا pain اللي دا يصير أوكي حيكون يومين ثلاثة ويروح، لأن قلنا إحنا rapidly ماشي decay يعني يختفي بسرعة البين هذا، لأن شنو؟ لأن توسعت هسه، بعدين شنو وراه بأسبوع هم يدفع حمرة اللفة وهم تتوسع وهكذا شوية شوية. أوكي، مريم سعد همين الطالبة مريم سعد أريد اسمها، فاطمة حسين علي موسى هاي غيرت لها اسمها، لا لا أنا غيرته عيني الطالبة فاطمة أنا غيرت الأشياء تمام. هسه ما عندنا واحد أي اسم بالإنجليزي، كلكم كاملين. طالبة نور عبد
بس الاسم الثلاثي مالتش. بسرعة بس خل أغير الاسم. أنا غيره، بس اكتبي لي اسمك ثلاثة.
طلاب عيني طلاب الكويز هسه راح يبدأ. الكويز كل السهل عبارة عن 3 أسئلة فقط، تختار الإجابات الصحيحة وتطلع. ها هي أسئلة سهلة وبسيطة وما يحتاج لها أي شيء. الوقت المتوقع أن تجاوب بها الأسئلة هو دقيقة واحدة، ماشي؟ خلال دقيقة واحدة تقدر تجاوب الأسئلة كلها. أنا راح أعطيكم 5 دقائق، أوكي؟ فمن هسه ركزوا لي على هذا الموضوع، أوكي؟ أنا الرابط هسه راح أدزلكم إياه هنا بالزوم، واللي طاب بالزوم هو يطب له، ويا ريت ما يصير له كوبي وينزل على أي جروب. هو الرابط من هنا كل يطبوا له، وبعد ما أنزل الرابط يا ريت ما حد يسأل بالشات على مود يبقى هذا الرابط موجود، أوكي؟ عيني هسه دا أقول لكم، ما طول هسه عندي 167 واحد موجود، يعني أنتم تقريبا بال 88% من عندكم موجودين، أوكي؟ من أصل 193، أوكي؟ فهسه بعد ما حد عنده عذر راح ينزل الرابط هنا، وياكم 5 دقائق بالتمام والكمال، وأغلق الردود، تمام؟ رجاء لا يصير لك كوبي هذا اللينك لأي جروب. هنا حصرا تدخل من هنا وتجاوب، اوكي؟ اذا صار لك كوبي على جروب انا مطلع على هذا الجروب راح ينلغي هذا الكويز ويتصفر الجميع. وطبعا بالمناسبه راح يتحاسب الممثل مالتكم اذا صار بالجروب، اوكي؟ فلذلك راح ينزل هنا، وما اريد واحد يكتب وراي اي كومنت اي شيء بالشات، اوكي؟ راح انزل هنا الرابط تدخلون عليه، وها هي هواية شرحت بالموضوع هذا. الكل يطب هسه، وهذا الرابط نفس الكويز هو يعتبر رابط الحضور مالتكم، انا على اساسه راح اخذ الحضور اضافه للي اخذته السكرين شوت. وياكم 5 دقائق، الوقت بدا. لا اكتب ايميلك. وطلاب بالنسبة للإيميلات تنزلوا لي لستة مع الطلاب، تمام عيني؟ تنزلوا لي لستة بكل واحد الإيميل اللي نازل بي، أوكي؟ هاي الممثل أريده من عدة هسه وصلت ردوده هواية. اي نزلوا لي بالايميلات مالتكم، سجاد نزل لي بالايميلات مالتكم الاسم اسماء.
هو الايميلات اللي جاوبته بيها نزل اسمه. اي نفس الايميل اللي جاوبت بيه الكويز، اكتب بس ايميلك واسمك بصفه وهاي، بس كون الممثل مالكم يدز لكم فورم. لا لا مو هنا، يدز لكم فورم تجمعوا لي الايميلات مالتكم. اي ما يخالف عادي، الا عزيز عادي، بس تكتبين اسمك يم الايميل. عادي عادي، دزوا دزوا ايميلاتكم، ما ماكو اشكال، بس الايميل مالتكم هسه راح يدز لكم الممثل مالتكم بعد ما تخلص الكويز. الممثل مالتكم يدز لكم هذا الاسماء. اللي خلص الكويز هواي والله، خلصوا الكويزات عاشتيتكم، حتى قبل الواحد وقت راح تخلصوا. اي عادي عادي، بس فورمه ثانيه هسه يسويها الممثل مالتكم، الممثل علي، الفورمه الثانيه، ويكتب الايميل، بس تكتبون ايميلكم واسمكم بيها. هاي الفورمه على مود احتفظ بيها دائما يعني. هي راح يخلص الوقت طلاب. هاي عاشتيتكم عين الطلاب. خلص الامتحان عيني. بس قبل ما تطلعون الممثل مالتكم افتح لي مايك علاوي. السلام عليكم دكتور. هلا وعلي، هلا حبيبي. علي عيني، الردود كلها، كل اللي دزوا اسماء ايميلاتهم يدز الايميل، ومن سوي لهم دز لهم هسه فورم على الجروب الايميل والاسم مالته، انا متطابق للايميل بالاسم. تمام حبيبي؟ تمام دكتور. بس حصراً الحاضرين مثل ما أقول حصراً الامتحان. أنا الحضور سويت سكرين شوت لكل الأسماء. تمام دكتور. بس القصد هذول الحاضرين ما راح أنزل. تمام. القصد دكتور من الفورم أبلغ إنه بس اللي امتحنوا. لا 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 بالله لا، حتى أي بس اللي امتحنوا. نعم. أكو مثلاً حاضر وما امتحن، حاضر وما امتحن، هاي بعد بكيفه. أوكي. تمام دكتور. بس أي بس الإيميل اللي امتحن بيه، اللي سوى كويز بي اسمه فقط، يعني فت خانتين فقط. اوكي حبيبي. تمام دكتور. بلغ زملائك، وهسه يا ريت الفورم هسه دقائق، في 10 دقائق ربع ساعه جهز لي اياها ودز لي. تمام هسه ان شاء الله ربع ساعه يمك الفورم دكتور. ورده عاشت ايدك. يلا عين طلاب، عاشت ايدكم، موفقين ان شاء الله. ولا تديرون بال ترى وياي بالدرجات، ابدا لا تديرون بال، انا كلش راح اساعدكم. فيعني اللي هسه مثلا ما امتحن، اتاخر، انقطع النت عنده، هاي كلها نحاسب لنا حساب. اوكي. ف ماكو اي اشكال، ماكو اي اشكال، حتى اللي ما امتحن ماكو اي اشكال، لا تديرون بال. اوكي. فالفكره بالموضوع انه انا اريدكم تحضرون اليوم، الحضور كلش عاشت ايدكم، ما اعرفهم، انتم خايفين من الكويز، لو على مودي جايين، ما اتوقع على مودي جايين. ف
171 حضور كلش رعاشت ايدكم. يا ريت كل المحاضرات تكون هيجي اوكي، مجرد المحاضرات، محاضرات الاورثو اتوقع انا خفيفه لطيفه يعني اوكي. اللي ما جاوب الامتحان فصل النت عنده، لا حد يدير بال، لا حد يدير بال، ماكو اي مشكله. واللي حاضر من بدايه المحاضره لحد هسه وفصل النت يمه هم ماكو اشكال اوكي. الهدف من الموضوع حتى ممكن احذفه هذا الكورس، فلا تديرون بال اوكي. الفكره بالموضوع ان تحضرون ان شاء الله، عاشتيتكم على الحضور. هسه اللي يحب يغادر ماكو اشكال، انا راح انهي ماكو اشكال، حسين علي عوده ماكو اشكال، لا تدير بال اوكي. عاشت ايدكم وموفقين ان شاء الله بالمحاضرات والكورس القادم ان شاء الله.